بعد تجربة الخطة على دوائر أصغر سابقا، كيف تدار الهيئات والشركات والمؤسسات بنجاح وفاعلية؟ بإذن الله الجواب سيكون في هذا المقطع من الكتاب، ونقول: كيف نعيش بأغلالنا؟ وكيف نبيت بهذه الدثر؟ تعالوا لننفض هذا الغبار ونحمل عن كاهلينا العفر. إذا ما انطلقنا نعيد الحياة، سيبدو من الليل ضوء القمر، إذا ما ارتوينا بنبع الضياء، فلا بد للخير أن ينهم. إلى الكتاب. بكتاب بكتاب نحيي أمتنا، وبنهج نبوي يوقظ غفلتنا. لن نرضى بوضع جاف وأعدلك بالقاسم، والله سبيلي والله حبيبي، والله سبيلي والله حبيبي. السلام عليكم إخوتي الأحباب في وطننا الإسلامي الكبير ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بمعية الله، وطيب حياتكم بنور حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلنا وإياكم ممن أحبهم وقربهم واصطفاهم وأقامهم لأمره، وجنبنا وإياكم أن نكون من الغافلين المبعدين المفرطين القاعدين، اللهم آمين. واليوم بإذن الله رح نحكي عن آلية إدارة مجلس الأمة الإسلامية الكبرى والهيئات والشركات عموما بنجاح. احنا حكينا عن تكوين هذا المجلس، والآن بإذن الله رح نحكي عن إدارة وقيادة هذا المجلس، حتى تعرفوا انه مشروع الكتاب ليس مشروع تنظيري هيك بس كلامي ورقي، وإنما واقعي. والله يا شباب هذا الكل اللي بنحكيه مجرب على دوائر أصغر، وثبت النجاح بكفاءة وفاعلية وقوة بإذن الله. وهذا ما يميز الكتاب والطرح اللي فيه عن غيره من باقي المبادرات والمشاريع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فيا شباب هنا الإشارة إنه لا تفكروا إنه ما ينفعنا إحنا كمسلمين يجب إنه ينفع غيرنا، أو اللي مشى مع غيرنا ونجحوا فيه إنه بالضرورة إنه ينجح معانا. إحنا في إن خصوصية كأمة الإسلام عن غيرنا، لخصها سيدنا عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ونزيد على هذا وبسيدنا محمد، فمهما ابتغينا العزة في غيرهم أذلنا الله. هذا فصل خطاب في هذا الأمر. وقال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وقال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به. صدق الله العظيم. وقال حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسكت. ليش حكى وسنتي؟ ليش حكى شيئين مش شيء واحد؟ اللي هذولا اللي يا شباب خطأ انتم بتسموهم قرآنيين، من يترك السنة هذا فاسق وليس قرآن، هذا عاصي منبوذ هذا وليس قرآني، حرام. من يتمسك بالقرآن والسنة هذا اللي بنسميه قرآني.
هاي من خدعوك فقالوا. يجب إن نصحح المفاهيم الآن. من يترك السنة يا شباب ويحارب السنة ويضعف السنة ليس قرآني هذا، لأن السنة مقتضى القرآن وليس شيء طارئ عليه. السنة هي مبينة للقرآن، مقرون القرآن. ما بإنت أنقصت من القرآن لو أضعفت السنة وأهملت السنة. والآيات كثيرة في هذا، ما بدنا يطول المقام. والحين نيجي لقصة اليوم وهي بعنوان فقه العطاء. مر رجل على أبي الدرداء اللي هو الصحابي المشهور الزاهد هذا، فوجده يغرس فسيلة من النخيل، فتعجب هذا وهو في شيخوخته كبير في السن وقاعد بتغرس في هاي وهرم في السن، يعني مش راح ينوله منفعة من وراء هذا الغرز. فقال له: أتغرز هذه الفسيلة وأنت شيخ كبير وهي لا تثمر إلا بعد أعوام كثيرة؟ فقال أبو الدرداء: وما علي. لاحظوا أنتوا طيب النفس، لاحظوا العطاء، لاحظوا كيف لما يكون القلب والعمل متعلق بالله مش بالنفس، لما يكون محور فعلي وقولي هو الله رب العالمين بتعليم من سيدنا محمد، يختلف الأمر كليا يا شباب. إحنا محور حياتنا هو النفس وشهواتها والدنيا وما فيها، مش محور حياتنا الله رب العالمين، ولا كان ما وصلنا لهذه المواصيل أصلا. فاطلعوا: وما علي أن يكون لي أجرها ويأكل منها غيري. وهون يا شباب إحنا بنحكي للبعض لما قمنا بهذا الأمر والكتاب، متى بدنا نشوف نتائجه؟ متى بدنا؟ والله العظيم مساكين، إن سنين بنحكي أنا لازم لما أفعل فعل لازم أنا اللي أذوقه، أو لازم أنا اللي أحكم فيه، أو لازم أنا اللي أتصدر فيه، وإحنا من هيك بنفشل. الأمر مش خالص لله. والله نطقنا في هذا الأمر، وفي كثير في الأمة قياديين أفضل مني، حرام علي أني أقوم بقيادته في أكفأ مني، حرام علي أتصدره في أحسن مني. يجب أن نكون على هذا المستوى، مش إلا أنا أذوق ثماره. والأمر الثاني المهم اللي غايب عنا جدا، إنه شيء في الله وفوقه عليه الصلاة والسلام، فإنت ماشي في رضا الله ورسوله أنت فايز من البداية، لا تنتظر النتائج. الدراسة الأكاديمية اطلع على نتائجها النجاح أو الخسارة، أما في الله فهو من البداية النجاح كائن، فإحنا ناجحين بإذن الله. لأنك لو مت بتموت على الطريق اللي توفى عليه عليه الصلاة والسلام، على النهج اللي سلكه عليه الصلاة والسلام، فإنت ناجح من البداية، لا تنتظر النتائج. مساكين اللي قاعدين بيحكوا ممكن إنه يفشل، هم مش عارفين إنه إحنا ناجحين من البداية، من أول ليلة ظهر فيها هذا الأمر. هذا من قصر النظر، سواء كنت في بداية الطريق أو كنت في منتصف الطريق أو كنت في نهاية الطريق، فإنت ناجح، لا تنتظر النتائج. وعكس هذا صحيح كمان يا شباب، والله لو تحقق كل شيء، سواء مكسب مادي، سواء نهضة الأمة، وإحنا على غير مراد الله ورسوله، أو مش ماشيين على طريق الله ورسوله أو ما يرتضيه عليه الصلاة والسلام، فإحنا فاشلين والأمر علينا مش لأنا. والحين ندخل في الموضوع. النية الخالصة المجردة لله والتوكل عليه والاستعانة به والعمل لوجهه أولا وقبل كل شيء. لاحظوا أنتوا يا شباب، في كل شيء إحنا بنحط النية والإخلاص لله، لا يكون أي شيء ناجح بدون النية والإخلاص لله يا شباب. النية والإخلاص لله هذا من أولويات الأمر، وهذا
مش وسيلة وإنما غاية. يجب اليوم إنه ينتقل هذا الأمر، الإخلاص لله والنية لله وحب الله والعمل لوجهه، ننتقل فيها من كونها وسيلة إلى كونها غاية. فلا يصح ولا يصلح أمر فيما بعده، هذه تنجح ما بعدها أو تفشل وتخسر ما بعدها. فالنية الخالصة المجردة لله والتوكل عليه والاستعانة به والعمل لوجهه أولا وأخيرا كمحور وهدف للعمل، مع سلامة النية للأمة والاستنارة من نهج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جميع مواقفه، وذلك باستحضار القرآن دائما، ثم كأن الحبيب في الاجتماع ثانيا. بدنا يا شباب من الآن إن شاء الله بس نجلس مع سادتنا العلماء ونبرم هذا الأمر العظيم بإذن الله ونحكمه بإذن الله في كل قعدة، كأنه عليه الصلاة والسلام موجود أمامي. أنا بدي أسجل هذا المقطع، لازم إني أستحضر إنه عليه الصلاة والسلام جالس بجانبي وعلى رأس المقعد، فأتكلم كل ما يرضيه ولا يغضبه، وأجتنب وأبعد عن كل ما يغضب، وبدنا نكون على هذا المستوى بإذن الله. وضوح الهدف والرؤية يعلمها جميع العاملين والشعب، ثم تنسيق واقتران أن الهدف الكلي يتماشى مع أهداف الفريق الجزئية والشعب ككل. وحكينا أنضج سلوك أنه تكون المصلحة الفردية والخاصة متماشية مع المصلحة العامة وليست متعارضة معها. جمع البيانات الدقيقة عن الخطة مع أخذ الوقت الكافي في التفكير والتخطيط بما نسبته 85% من العمل قبل السلوك، والإعداد الجيد المبني على هذه المعلومات الدقيقة. تفعيل مبدأ الحاجة أم الاختراع، مع العلم إنه على قدر الإيجابية والفاعلية على الأرض يكون سرعة الإنجاز والأثر. توسيع آفاق ومحاور وزوايا القواعد التي هي أساس الانطلاق، وإشراك عامة الناس والحرص على التنويع في الخبراء والمتخصصين. تقسيم الهدف الكلي لمراحل إنجازية وزمنية محددة مع الواقعية في السلوك، بمعنى مشاعرك اتجاه الآخر شيء والاضطرار للتعامل معه لمصلحة الأمة شيء آخر. توزيع المهام حسب التخصص والخبرة والكفاءة، مع صلاحيات ومرونة للتعامل والتفاعل مع المفاجآت والأحداث الطارئة في وقتها حسب أهمية الرتبة والوظيفة، ووضع خطط بديلة مع الخطة الأصلية بما يخدم الهدف الكلي. التعود على ألا تأتي بمشكلة إلا وحلها معها، بمعنى تحضير البدائل ثم تفنيط التحديات لكبيرة ومتوسطة وعادية وغير مؤثرة. وهون سامحوني على الأكاديمية في الطرح، يعني هذا بده اقتصاديين شوي متخصصين أو اللي عندهم علم في الإدارة والقيادة يعلموا أكثر في هذه المسألة، أو الاقتصاديين، ولكن مضطرين إن نسلك في هذا النهج للتبيان. تشخيص الوضع القائم والحالة للوقوف على نقاط الضعف لمعالجتها ونقاط القوة لتنميتها. العمل بروح الفريق الواحد المحتاج كل واحد منهم إلى الآخر، والتركيز على الكلام لا المتكلم، والابتعاد في السلوك عن العصبية والمحسوبية والقبلية والمناطقية والعرقية والاستعراض الأكاديمي. في كثير من القعدات إذا بتلاحظوا يا شباب بتكون فيها نوع من الاستعراض، سواء عالم الدين أو هذا الأكاديمي أو في أي تخصص. كلياتنا بنفكر أنه أنا تخصصي، يعني اللي أعلم فيه،
انه غيري اللي ما بيعلم نصير نقول له يا اخي انت كيف عايش لحد الحين وانت ما بتعرف هيك هيك. بتلاحظوها انتو كثير خاصة في التنمية البشرية وغيره من هذه العلوم، يجب انك تعرف كذا وكذا كذا حتى انك تعيش. انت كيف للحين مش عارف؟ انت لن تنجح الا بكذا وكذا وكذا. يا اخي هينا نجحنا وانا مش عارف يعني كذا وكذا كذا. المسألة ابسط من هيك بكثير. وهيني الي 30 سنة يعني عايش بدون هذا، مش كيف انت عايش في كذا. هذا يا شباب الفكر الضيق. فلما نكون كالجسد الواحد سبحان الله يتكامل الامر، ما بيضل ضيق وصغير يصلح لمنطقة مش لأمة. بعد تحديد المرجعيات يتم تحديد أولويات السلوك ووضع معايير واضحة لما يمكن قبوله وما يجب رفضه، مع مراعاة أن الأولويات حسب القدرة المادية والمعنوية ومتطلب الظرف من تأخير مهم على تقديم ما هو أهم منه مرحلياً. رفع الروح المعنوية دائما لدى الفريق والتركيز وعدم التشتت عن الهدف والابتعاد عن المرجفين والمثبطين أثناء السلوك. تقدير وقت التدرج والسرعة حسب ظرف المكان والزمان لوضع الأمور في نصابها، وأن لا يأخذ أي أمر فوق حجمه ماديا أو معنويا. هذا كثير مهم يا شباب. شوفوا إحنا قديش بنحكي وبنركز على التدرج والمرونة، ولكن كوسيلة وليست كغاية. يعني في ناس والله هينا بنتدرج في الإصلاح، متى بنتنهض الأمة؟ إن 500 سنة إن شاء الله جاي الوقت، بيجي الوقت إن شاء الله. قاعدين بنتدرج يعني شوي شوي عبين ما نشوف الفرص وكذا. التدرج يا جماعة الخير اصحوا، هذا وسيلة لظرف مكان وزمان وليس غاية. في أماكن وفي ظروف وكثيرة، وهي من قوة القيادة وليست الإدارة. أنا بحكي في مناطق يجب السرعة فيها، في مناطق التمهل فيها. التدرج ليس محمود في كل الأمور. مثل هذا الأمر يجب أنه يبنى على القواعد وليس الفروع، يجب إصلاح القواعد وليس الفروع. ما بنفع نظل نعالج في الفروع. والآن ما نتحدث فيه هو إنه جملة واحدة ما يحب الله ورسوله، ما بنقعد نفرق فيها. إيش بنستطيع إن ننفذ منها؟ هنا يكون في تدرج. ولكن إذا حكيت كلمة الحق وبادرت بكلمة الحق وفعل الحق فيكون كاملا غير منقوص بإذن الله بالنسبة لتوضيحه. أما النهج والسلوك لإله فهنا المرونة والتدرج تكون. وجود مركز معلوماتي جامع لكل التخصصات وما وصلت إليه العلوم، وأيضا للربط والتواصل والمقترحات من الشعب كمتخصصين للتطوير السريع والفاعلية. وهنا أعلم أنه في نقاط كثير رح نلاقيها متكررة، لأن نطلبها هون ونطلبها هون ونطلبها هون، فضعف إن ما نكررها. مثل يا شباب مش دائما ترى التكرار في ضعف. التركيز على بعض الأمور خاصة الأصولية هاي من القوة. عليه الصلاة والسلام في حديثه كان مرات أنه يكرر المسألة المهمة. القرآن نجد أنه بيكرر بعض القصص. الغاية إيش لما تحكيها في كذا موطن؟ إنك بتشوف من زوايا متعددة وليس ضعف. هذا مش تكرار أصمه، أنت بتجيبها من كل نواحي وزوايا الفكر. لأنه مثلا لما يقراها الطبيب مش زي لما يقراها مثلا المهندس، مش زي لما يقراها العالم، مش زي لما يقراها واحد فهمه على قده زي حالاتي أو علمه قليل زي حالاتي. تختلف المسألة، فربنا بيجيبها من زوايا كثيرة. فمش دائما التكرار هو بيكون في خانة النقص، وإنما في خانة الكمال في مرات. اعتماد مبدأ الوقاية خير من العلاج. أثناء السلوك يجب مراعاة كسر الروتين الممل والحرص على التجديد والتغيير،
ثم المكافأة والجائزة والترقية لمستحقيها كإشراك الموظفين في نسبة الربح لجعل الجميع رابح. هذا أسلوب ناجح في الإدارة، أسلوب ناجح في القيادة. هذا دائما يجب يا شباب من الآن. إحنا كأمة حكينا إن نزيد الترابط والمحبة بالذات في الأسرة وفي العائلة وبيننا كأخوة وبيننا كأمة. أصل الأصول اللي بيلعبوا عليها ودمرونا فيها هو زرع الفتن بيننا. أنت مصري وأنا أردني وهذا مش عارف إيش، فهاي انبذوها بأحذيتكم، مش الجديدة، القديمة، هاي الطائفية هاي والفئوية هاي، دعوها فإنها نتنة عليه الصلاة والسلام. إحنا أمة واحدة كما أرادها رب العالمين وكما أبقالنا إياها عليه الصلاة والسلام وتركها، أمة واحدة. والعمل على زرع الشقاق والفتن هذا له سنين. ليش؟ ليستفيد المتحكم والظالم والمتجبر. بتغذى ودوامه كلياته بزرع الشقاق يعني وزرع الفتن هيك فينا كأمة. فآن الأوان إن نصحى من هذا. فيجب إن نكون بروح معنوية عالية ويسودها المرح. حكيت لكم بين الأسرة بين الزوج والزوجة يرجع كلام المحبة. نطلع ونشم الهواء كل أسبوع وإحنا قاعدين نمشي اللي هو من الواجب العملي الرياضة، نتفكر في الله ورسوله، بنسبح مع بعض، بنقوي فكرنا، بزيد الترابط بيننا والمحبة. فوالله هذا هدف رحمن، وما يفرق هو هدف شيطان. تقديم تنفيذ الخطة وبرامجها بشكل دوري وسنوي والمتابعة والتفتيش الدوري المستمر لأن ظرف المكان والزمان يتغير. هذا من قوة في السلوك. صعب إني أقعد أشرح كل نقطة في هذا. العلم أن الثبات في الحركة والتقدم وليس في السكون كما يظن الناس. الناس بفكروا يا شباب، هاي النقطة هاي كثير مهمة. الناس بفكروا إنه الثبات إني أظل مثلا والله دخلي واحد ما يزيد، مكاني واحد، مكانك سر، أمرنا واحد كلياته ما تغير. هذا اسمه تخلف. ليش؟ لأنه الزمن يتغير ويتقدم والمكان يتغير ويتقدم والأدوات تتغير وتتقدم. فإنت ثباتك على المسألة هذا نوع من التخلف. حتى في إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات يجب التطوير النوعي المستمر هذا، لأنه آن الأوان لتصحيح هذه المفاهيم يا شباب. الثبات هو في الحركة والتقدم والتطور، هذا هو الثبات وليس في القعود. الحرص على تقديم العمل بصورة جذابة وممتعة وليست معقدة ومملة. ضمان سهولة التفاعل والاندماج والوصول للمركز دون تكلفة باستخدام أحدث التقنيات المتطورة لضمان السهولة والتفاعلية. تطوير العلاقات والتحالفات والشراكات واستقطاب المشاريع المشابهة للتكامل. إيجاد الجهة المتبنية والتمويل المادي، ومن أعظمها يا شباب بلا منازع في الأمة وما يحب الله ورسوله بيقين ووضوح وثبات هو الكتاب وأمر الكتاب. فهذا الأمر الآن التكليف شو هو؟ رقم واحد في النشر. فهذا يتطلب مادة ويتطلب أمور مثل هذا ويتطلب سفر، يعني بده كثير من هذه الأمور. فأفضل شيء هو إن نجعل الزكاة ونجعل العطاء ونجعل أي شيء في هذا اللي هو هذا في أمر الله ورسوله. هذا أولى أشياء وأحب الأشياء لله ورسوله الآن، لأنه يا شباب لما نظل ننفق متفرقين ما إله أثر مع قوة حجم الإنفاق على إضعافنا كأمة وزرع الفتن بيننا كأمة ومحقنا
كناس وتجويعنا كناس، فيجب مقابل هذا بإذن الله الخيرين والمنة للآخذ في هذا الأمر لله ورسوله وليس للمعطي. أفرع له في كل أقطار الأمة، والبناء على القائم ثم تنقيته والتعاون معه له الأولوية. العمل والنظر للأمة ككل ككتلة واحدة، تفعيل الولاية القانونية للمجلس أو الهيئة أو الدائرة. والحين نيجي للواجب الخلقي، الحكمة. قال تعالى: يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله. تعريف الحكمة: وضع الأمور في نصابها. ضد التعريف هو التخبط، طغيان الأمور على بعضها. ونيجي الحين لحكم اليوم رقم 1: إذا كانت الزخارف تزين الجمادات فإن الأخلاق تزين الجماعات. 2: محن القربات أفضل من سعادة الملهيات. 3: هم يورث نجاحا خير من فرح يورث فشلا. وفي النهاية نقول: إذا ما التجأنا لرب كريم سيرحل عنا الأسى والكدر. تعالوا نعيد الزمان الجميل، فقد فاتنا الخير لما غبر. تعالوا نلون وجه الحياة بلون جميل يسر النظر، ونبعث للأفق ترنيمة تعيد السرور لكل البشر. وأخيرا: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. يا شباب أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كفانا هزوا ولعبا، تعالوا إلى الله، وإن شاء الله سننتصر به.